ووصلنا لأهم حاجة محتاجين، وأهم يوم وأهم كلمة ربنا يتقبل منا ومنكم. نعمل إيه في يوم عرفة عشان نحصل على جوائز عرفة، وأهمها 4 جوائز عشان عشان نحصل على المغفرة ونحصل على العتق ونتكتب من العتقاء من النار، عشان يتعمل لنا النهاردة جبال من الحسنات تودينا الفردوس الأعلى من الجنة، عشان ربنا يستجيب لنا دعواتنا. فخير الدعاء دعاء يوم عرفة. تقول لي اعمل ايه النهاردة؟ اقول لك اعمل اي عمل صالح، اي عمل صالح. الاعمال الفاضلة اللي النبي قال عليها، قال الصلاة على اول وقتها في المسجد للرجالة وفي البيت للنساء بخشوع وحضور قلب. بر والديك لو كانوا محتاجين لخدمتك في اليوم دوت. ايه تاني؟ حاول تعمل صدقة سر في اليوم دوت، صدقة السر تطفئ غضب الرب وتنزل الرحمات. انما في 4 اعمال النبي عملهم في اليوم ده، دول مختصين بيوم عرفة في بقية الايام. 1، لازم نحاول نصوم احنا واولادنا اليوم ده، نصوم صيام يوم عرفة. تقول لي ما انا صايم، اقول لك صوم صيام الجوارح عن المعاصي، مش الصايم عن الاكل والشرب، لا. حاول تصوم اليوم ده عشان ربنا يغفر لك ذنوب السنة اللي فاتت وذنوب السنة القادمة. اليوم ده النبي بيقول فيه سواء اللي صايم ولا اللي مش صايم، هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. خش نفسك عن المعاصي والذنوب، اقعد في المسجد اليوم ده، اقعد في بيتك اليوم ده، خلاص ابحش نفسك عن المعاصي والذنوب. تاني عمل في اليوم ده اكثر فيه من الدعاء، ادعي ربنا كتير. ده النبي قال وخير الدعاء دعاء يوم عرفة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه في يوم عرفة اللي ورد عنه؟ ما عملش حاجة غير الدعاء، صلى الظهر والعصر جمع تقديم، وفضل وقت اللي من بعد الظهر للمغرب وقف على الناقة بتاعته، استقبل القبلة، رفع ايده يدعي ربنا، ما نزلش ايده ابدا، ما نزلهاش الا بعد المغرب، لدرجة ان لما حطام الناقة حبل الناقة وقع، مد ايد يجيب الحبل وخلى الايد التانية ممدودة، ما نزلهاش خالص. النبي في ال6 ساعات اللي من بعد الظهر للمغرب ما انشغلش بالكلام مع اي حد، لا الكلام مع الصحابة ولا مع الناس في اي حاجة غير الذكر والدعاء. النبي ما انشغلش لا باكل ولا بشرب، لدرجة ان هم قالوا هو صايم ولا مفطر؟ فقالوا نعرف ازاي؟ رفعوا له قدح من اللبن، خد القدح وسمى الله وشرب. هو ده الاكل والشرب اللي النبي عمله في الحج في اليوم ده، غير الحج كلنا صايمين. النبي لم ينشغل ابدا ولا لحظة واحدة عن الذكر والدعاء. بعد كده النبي عمل ايه؟ النبي اكثر في اليوم ده، وامرنا ان احنا نكثر في اليوم ده من ان احنا نقول افضل الذكر، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في اليوم ده يوم الذكر، يوم الدعاء، يوم الصلاة. النبي عمل ايه في اليوم ده كمان؟ كان اللي في اللي بيلبي هو حاجج، في اللي بيلبي في اللي بيكبر. احنا هنعمل ايه؟ احنا اليوم ده على قد ما نقدر نكبر، نكبر بعد الصلوات، نكبر التكبير المطلق في اي وقت، نقعد نكبر ربنا شوية 5 دقايق 10 دقايق، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. واختم لك بنصيحتين. 1، اقفل الموبايل في اليوم ده، اوعى تنشغل بانك تتكلم مع حد في اليوم ده، شوف مكان افتري فيه بربنا اليوم ده، خاصة من الظهر للمغرب. اوعى تخلي حد يضيع عليك حسناتك واهم سنين عمرك واهم لحظات عمرك. اقفل الموبايل عشان حتى ما تتكلمش مع حد، فغصب عنك تقع في الغيبة المحرمة ولا في اللغو المحرم. اقفل الموبايل. واخيرا اختم يومك بحسن الظن بالله، اختم يومك وانت بتحسن الظن بالله، ان ربنا تقبل منك، ان ربنا جبرك، ان ربنا تقبل منك عبادتك، ان ربنا اكرمك، ان ربنا تقبل منك صيامك، ان ربنا جبرك. اختم وانت دايما بتحسن الظن بالله. قال تعالى انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء.
راح سيدنا عبد الله بن المبارك يدور في يوم عرفة في أرض عرفة على سيدنا سفيان الثوري، سفيان الثوري، عشان يشوفه بيعمل إيه في الوقت ده. عمل يدور عليه لقاه قاعد مختلي بربنا وجاسي على ركبتيه، قاعد كده زي القعدة اللي احنا بنقعدها بين السجدتين وعيناه تهملان وعمال يدعي ربنا. فقال له أنا جاي أسألك سؤال واحد، من أشقى أهل هذا الجمع حالا؟ مين أشقى واحد فينا النهاردة؟ مين؟ قال له من ظن أن الله لا يغفر له. احسنوا الظن بالله، اجتهدوا في العبادة وفي الطاعة وانتوا بتحسنوا الظن بالله، ربنا تقبل مني، إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله.